موجود حرف الاستعلاء خاء، لكن لا يلتفت إليه لأن السبب الخفي للإمالة لا يلتفت إليه. فإذا كان الفعل عند إسناد الثاء الفاعل يوي لا فلت لا يلتفت إليه. ذلك طال من الطول تقول فيها طلت، وقال تقول فيها قلت، بخلاف باع تقول بيع، تقول فيه بعت، وهاب تقول فيه هيب، وكاد تقول كت، تقول كيد. نقول وهكذا بدلوا عن كذاك تاري الياء، ذلك للواقع بعد قبلها مثل سيال سيال وبيان تمالوا مثلا. والفصل وتفل بحرف سيال، الالف متصل بالياء. شيبان شيبان مرحبا، الالف مفصوله من الياء بالباء. والفصل وتفل بحرف شيبان او حرفين مع الهاء مثل جيبها جيبها، الالف مفصوله من الياء بحرفين الباء والهاء. يشترط أن لا تكون الباء مضمومة، إذا ضمت فالضمت على سبيل كأنها من قبيل الاستعلاء، تقول جيبها بدون إمالة، لكن تقول رأيت جيبه ومرت بجيبه. إذن يغتفر الفصل بحرفين إذا كان أحدهما هاء، لأن الهاء لخفائها كلا وجود. سبحان الله، اليمنيون يقولون أشتي كذا أشتي، ما يقولون أشتهي ولا أشتي، لخفائها تركوا. نقول كذاك ثاني الياء وصل بحرف هو معها كجيب هاتف. قال من أسباب الإمالة أن تكون الألف واقعة بعد ياء، وترك إذا كانت الألف متلوة بياء. قال كذلك تقول سايرة وبايع لم يذكرها، سبحان الله يقول سيب ويضل لم يذكرها لم يمثل لها. سايرة وبايع سيال لياء قبلها، سايرة لياء بعدها، واضح؟ والفصل وتفل بحرفين كذاك ما يليه كسر، كذاك الألف إذا كانت متلوة بكسر نحو كاتب، أو يلي أو يلي الألف حرفا يلي كسرة نحو كتاب، تقول فيها كتاب، أو يلي تالية كسر، أو يلي تالية سكون قد ولي سكون كسرا ويلي تالية سكون نحو شملال شملال، أو يلي تالية سكون قد ولي السكون كسرا شملال، أو شملال الألف مسبوقة بكسرة بينهما حرفان الميم الساكنة ولا أولهما ساكن، أو كان بينهما حرفان لكن أحدهما هاء مثل يريد أن يضربها، يضرب حرفان متحركان لكن أحدهما لا وجود له، يضربها الراء مكسورة والباء والهاء والألف بعد ذلك كذلك تمالي، أو ثلاثة أحرف لكن أحدها أو معها كجيبها كذاك ما يليه كسر أو يليه تالي كسر أو سكون قد ولي كسر. وفصلها كلا فصيل معد، فصلها كلا فصيل معد، درهماك لم يمله، الألف مفصولة من الكسر بثلاثة أحرف، درهماك الراء والهاء والميم لكن الثاني ما هاء، درهماك أقرأ. وحرف الاستعلاء يكف، هذا الذي كنا نتكلم عنه أسباب الإمالة، هذه موانعها، ثم موانع الموانع. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا، يكف السبب الظاهر من كسر أو ياء، وكذا تكفرا. موانع الإمالة سبعة، حروف الاستعلاء أو ثمانية سبعة، والثاني الراء المضموم أو المفتوح. وحروف الاستعلاء جمع بعضهم في أول هذه الكلمات، قد صاد ضرار غلام خالي طرحة ظليما، قد خص ضوء في التجويد، والراء المفتوح. وحرف الاستعلاء يكف مظهرا، يكف السبب الظاهر للخفية، بغي إن قال كان من قوم موسى فبغي، بغى حرف الاستعلاء لا تكف السبب لأنه قائم بالألف في نفسها، لكن السبب الظاهر
سقفوا غالب سبب ظاهر لا مكسورة أبوي قاتل ظاهر سبب ظاهر ظالم ظاهر كذلك لا يكفون نحو طابة طابة السبب خفي لأن الألف مقلب عن ياء هو خفي خاف لا يكفه تقول خيف السبب خفي جدا لأنه عن ألف مقلب عن واو والواء مكسورة كيف عن الواو مكسورة لأن مضارعه يخاف هذا تكف هذا ما قال كذلك تقول هذا ميص صماصص ماصص سبب خفي مرت بقيض لا يكفه لأن كسرة ذهبت عند الوقف صار خفي لا تكفه وحرفه لسه يكف مضارع من كسر أو ياء كسر أو ياء كسر ماص مرت بقاض أو ياء بغى بقى طاب 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 خفي طاب طاء حرف استعلاء لكن لا يكف السبب الخفي وكذا تكف راء والراء كذلك تكف نحو راشد راشد لا إمالة فيها كسرة لم يتسبب عنها إمالة الألف بسبب الراء المفتوحة إن كان ما يكف بعده متصل إذا كان إن كان ما يكف هم هنا لاحظوا قالوا يا ابن مالك يا ابن مالك هذا تكفه بالأسماء في الأفعال لا تكفه وكذلك تكف الكسرة للياء تقول هذا بيض بيض سبب ياء وحرف السبب ضاء قال لا يكفه الياء أقوى وتقول ريان ريين ريين الراء مفتوحة تمنع الإمالة لكن هي لا تمنعها هذه أبيارك أبيارك قال تقول أبيارك أبيارك الراء مضمومة تكف الإمالة لكن هذه ياء قال بعضهم لاحظوا لاحظتين قال لا تكف في الأفعال وكذلك تكف الكسرة للراء تكف الكسرة للياء ماشي أنا أقول كان ما يكف بعده متصل متصل مثل ناقم وباخل وباطل متصل وكذلك هذا هذا عذارك عذارك الرابع ذلك أو مفصول بحرف نحو منافق منافق بينهما حرفه الفاء وهذا عاذرك الألف بينهما بين الراء بينهما ذال عاذرك عاذرك قصد الراء مفصولة من الألف بالذال كان ملك بعد متصل وبعد حرفين أو بحرفين حرفين كذلك قال مناشيط منافيخ مواثيق ثلاثة حروف إن كان ملك بعد متصل وبعد حرف أو بحرفين يفصل كذا إذا قدم أي ما حتى في الراء تقول هذه دنانيرك وهي دنانيرك بارك الله كذا إذا قدم كذلك إذا كان المانع متقدم يمنع كراشد وقاتل وخالد وغالب ما لم ينكسر إلا إذا كان مكسورا إذا كان مكسورا لا يكف مثل قتال وغلاب قتال وغلاب وختام ختام إذا كان مكسورا لا يكف أو ويسكن مثل الكسر ويسكن مثل إصلاح إصلاح سكن بعد كسر مقلات امرأة مقلات لا يلد لا يعيش ابناؤها مقلات أو يسكن مثل الكسر كالمطواع عمر مطواع قال هذا أيضا هذا يمال لأن حرف الاستعلاء سكن وإذا سكن ضعف مرحبا وإذا سكن ضعف وقبله كسر فضعف هذا يمال نقف هنا أكف مسألين يا رأي إن شاء الله نسير من هذا المرة القادمة إن شاء الله هذا كاف والكاف في الله سبحان الله يا رب.